السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتيرة بتقول لي الشات جي بي تي نبت من الفراغ مرة واحدة كده، اكتشفنا ان في ذكاء اصطناعي. لا، هو معتمد على علوم كتيرة جدا، الاساس بتاعها والاصل بتاعها بيرجع لايام الحرب العالمية الثانية ومحاولة فك شفرة الالمان. زي ما انت شايف في جذور قوية جدا للموضوع. يمكن هي الفكرة كلها ان هو ظهر للعامة واصبح بقى مسموح للناس كلها تشتغل بيها، مش في مراكز الابحاث. كان مثلا في مراكز الابحاث يخلوا 100 واحد يجربوه، هو يجرب 100 واحد، بيعملوا شات مع بعض بحيث ان يشوفوا ايه الغلطات، لكن مره واحده طرحوه للناس. فعشان كده مره واحده خلال كام يوم لقينا 1,000,000 واحد اشترك. ليه؟ لان حاجه رهيبه الصراحه. لكن العلوم اللي مترتبه عليها كتير جدا زي ما تشوف حاجات من زمان. تعال بقى نشوف المخطط. تمام، هو بيقول لك البدايه هي. فتعال نشوف بقى المخطط. هوت هتلاقي ان في حاجات كتيره اوبن سورس وحاجات كلوزد سورس. اهوت تمام. وفي جي بي تي 1 ده كان مفتوح، جي بي 2 كان مفتوح، بعد كده جي بي تي 3 ده اتقفل، وفي كودكس اتقفل، شات جي بي تي 4 مقفول. طبعا جوجل برضو داخله في الموضوع من فتره كبيره جدا، لكن هي بتنشر ابحاث. يعني هتلاقي سيب لكم رابط الابحاث اللي موجوده، لكن هم بيخلوا احد المشاركين في التطوير هو اللي بيعمل البحث، او حد مثلا بيعمل بحث ما طرحهاش مثلا من البرامج بتاعتهم. لكن حاليا خلاص كل الحاجات بقت مطروحه في 20 اخر 2022، ودلوقتي شغالين في ان هم بينشروا الابحاث. في حاجات كتير جدا اوبن سورس. الاوبن سورس ده ميزته ان ممكن اي حد ياخد ويطور فيه. الحاجه المقفوله ممكن اي لحظه الشركه مثلا تقول لا ده دي بفلوس، لدي لدول معينة وهكذا. انما الاوبن سورس خلاص بينطلق ويبدأ ان هو يطور نفسه، حد مثلا يتبنى الموضوع ويكمله وهكذا. امازون هي دخلت في الموضوع، والفيسبوك اهو ميتا وهكذا. هم شغالين في الموضوع من زمان، مش 2018 بس، لا من قبل كده بكتير. ودي الابحاث هي واهم الشركات اللي شاركت في الموضوع. هابي فيس طبعا من الحاجات القوية في الموضوع.